للحديث أكثر عن توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية في ظل كشف المخابرات الأمريكية عن مخطط إيراني لتصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية عبر ميليشياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني نوري حمزة. أهلا بك سيد نوري. بداية، صحيفة واشنطن بوست كشفت عن وثائق مخابراتية تظهر مخططات إيرانية ضد القوات الأمريكية في سوريا. السؤال، هل قررت إيران أن تتخذ من سوريا ساحة للضغط على أمريكا؟ مساء الخير. أنا أستبعد لك أن إيران تقرر في هذه المرحلة الحرجة أن تستخدم الأراضي السورية للهجوم على القوات الأمريكية. أولا، لا توجد قوات أمريكية كبيرة هناك في سوريا. هناك عدد بسيط جدا، لربما بالبضع مئات، 100 أو 200 شخص مستقرين في سوريا، بجانبهم الأكراد، وهم مسيطرين على مفاصل النفط وإلى آخره، ويتعاملون مع القوات الكردية على الأرض وإلى آخره. فأن تنصدم بهذه القوات معناتها أنه يأتي الرد الأمريكي. أمريكا على الأرض لا، مش موجودة. أمريكا موجودة في السماء في سوريا، بإمكانها تغطي السماء، بإمكانها باستخدام طيران وإلى آخره تخصف مكانات لها. فأي تحرك إيراني يتوجه أو يضرب المصالح الأمريكية في سوريا معناتها أنه هناك يأتي يلاغي رد أمريكي عنيف من جهة أخرى. ومن جهة، إيران في هذه المرحلة تريد أن تستخدم سوريا لمصالحها الاقتصادية بعدما هدأت الأوضاع الآن، وسوريا تعيد للجامعة العربية وما شابه ذلك وإلى آخره. إيران أن تستفيد، تريد أن تستفيد من هذه الكعكة الآن بعد هذا القتال الدموي. لا يمكن أن تؤجج الأمن، هذا لغير صالح مشاريعها. هناك عندها مشاريع تجارة المخدرات، تجارة السلاح، تجارة البشر، كل هذه التجارات يعني الممنوعه هناك تعملها ايران في سوريا. لماذا تؤجج هذا الامن؟ لكن سيد نوري، الوثائق المسربه تؤكد ان روسيا متعاونه مع ايران في مخططاتها ضد القوات الامريكيه. السؤال هنا، هل يمكن ان تستفيد موسكو ايضا من الساحه السوريه للضغط على امريكا الداعمه لاوكرانيا برايك؟ هذه أمنيات. يعني ممكن أن روسيا بإمكانها تستخدم، روسيا ليس اليوم هي تتعاون مع إيران في سوريا. إيران هي اللي جبت روسيا إلى دخلتها الأراضي السورية والطيران الروسي وإلى آخره وغزو الشعب السوري. فإذا التعاون هو مديد منذ أمد بعيد، وليس اليوم، منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا. فهذا من جهة. من جهة أخرى، أنه أيضا سوريا عندها حميميم وعندها طرطوس وعندها قاعدة أخرى، فاثنين ثلاث قاعدات ووضع ضباط هناك. قبل أيام مثل ضابط، يعني رئيس القوات المقاوير الروسية في سوريا قتل على يد أحرار الشام، ولكن يعني لم تحرك ساكن. لأن لماذا؟ لأن هي منهمكة في حربها في أوكرانيا. أن تريد بشكل آخر تتعاون مع إيران وتؤجج الساحة، ممكن أن تريد أن تورط إيران، ولكن يعني الطرفين هم منتفعين بهذه الحالة بشكل آخر. ولا أظن إيران أن تريد تأجج أو تنقاد هذه المرة لصالح روسيا بسوريا على الأقل. طيب، إلى أي مدى ترى أن سياسة بايدن التي يراها المراقبون متساهلة هي ما دفعت إيران لانتهاج سياسة الضغط لجني أكبر مكاسب ممكنة؟ ليس سياسة بايدن فقط يا سيدي، منذ 1979 اليوم الديمقراطيين وحتى الجمهوريين، الجميع متساهل كان مع إيران. الإدارة الوحيدة التي ضغطت على إيران هي إدارة ترامب. اللي لم يتحملها اللوبيات الكبيرة في أمريكا، لم تتحملها وأبعدوا هذه الإدارة عنها ودورها بشكل عام. وأقصد ترامب وإدارته ونوابه وإلى آخره، كل هذه الإدارة. ولكن بشكل عام، يعني الولايات المتحدة هي يعني متساهلة جدا جدا مع إيران ومتفهمة الوضع الإيراني، وتغض النظر على كثير من تصرفات إيران وسلوكها في المنطقة. فهذا ليس جديد. وإيران أيضا تعرف حاجة أمريكا لها في هذه المنطقة، وبناء على هذه الحاجة إيران تريد، يعني حاولت أن تستخدم هذه كورقة للتوسع السياسي والقومي والاستراتيجي وإلى آخره، وتعمله أمام عيون الأمريكيين وغير الأمريكيين.
إلى سؤال آخر سيد نوري، يعني في المقابل الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري، هل استطاعت هذه العقوبات وقف المخططات والانتهاكات الإيرانية ضد أمريكا أو ضد جيرانها في المنطقة؟ أبدا، العقوبات تستهدف ناس، وهذه الناس ربما لا لديهم أي مصالح هنا وهناك أو السفر إلى خارج إيران. على سبيل المثال أجلك يعني كمثل، تبيع وتشتري حاجاتها والآخر، وتبيع نقطها في الأسواق، السوق الأسود وأي يعني مكان أخرى، وهذه الأموال لا ترجع إلى إيران في من خلال عملية بدليل هذه الضغوطات والعقوبات وإلى آخره. القنوات رجعت هذه الأموال فيها مشاكل، في أين تستخدم هذه، تستخدم هذه الأموال بدول أخرى، بدول المنطقة، بأوروبا وحتى بنفس أمريكا، بشرق آسيا، تستخدم هذه الأموال تحت إشراف ضباط الحرس الثوري، ضباط فيلق القدس، يشتغلون بهم بشركات، وإن جاز الزمان بشكل وإن جازت الأمور لهم ترجع هذه الأموال إلى إيران في المستقبل أو لا ترجع. فإنه اليوم أمريكا يعني تقع فلان شخص، يعني الشخص الفلاني أو الضابط الفلاني تحت لائحة العقوبات، يعني كم يؤثر هذا؟ لا أظن يؤثر كثيرا، لو كان يؤثر ذلك يؤثر في هذه الأربعين سنة هناك عشرات الآلاف تحت لائحة العقوبات، يعني كيانات وأفراد نعم. وإلى آخره. شكرا جزيلا لك الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني نوري حمزة.